جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هؤلاء يسألون عن إقامة الجمعة لمن يعمل أسبوعين بأسبوعين في الصحراء في حقول النفطية. إن كان لهم مكان يقيمون فيه ويجتمعون فيه ولا يتنقلون، وإنما هذا مكان يذهبون إليه إلى الحقل النفطي وهو بعيد عن البلد، فالراجع عندي أنهم يقيمون الجمعة، لأنهم ليسوا مثل الرحل البدو الذين يتبعون العشبة فحيثما سمعوا به انتقلوا إليه، وإنما هم ثابتون ومقيمون يشبهون أهل المدن، وذلك الراجح عندي والله أعلم أنهم يقيمون الجمعة وهم غير مسافرين، لا عند ذهابهم إلى عملهم ولا عند ذهابهم إلى بيوتهم، أعني عندما يكونون فيها، أما في الطريق فهم مسافرون، لكن إذا وصلوا مقر العمل انقطع سفرهم على الراجع عندي، وإذا وصلوا إلى بيوت أهليهم انقطع سفرهم على الراجح عندي. نعم.